السلامة ومرحبا بمشتركي سبورانات. اليوم إن شاء الله باش نعطيك ملخص صغير على الدرس الموالي اللي هو يحكي على الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الحقيقية. بطبيعة الحال باش نتعدوا نخدموا على الأعداد الحقيقية، العمليات على الأعداد الحقيقية، الجمع والطرح، الضرب والقوى. باش نبدأ بالجمع والطرح وبعد نتعدوا للضرب ثم القوى. كما خدمنا في المستويات السابقة خدمنا على الأعداد الصحيحة الطبيعية، خدمنا على الأعداد الكسرية النسبية، خدمنا على الأعداد العشرية، خدمنا على الأعداد الصحيحة النسبية. توا باش نخدموا على الأعداد الحقيقية. عندي بعض يعني النقاط المشتركة. عملية الجمع هي عملية تجميعية وتبديلية كما شفناها على المجموعات السابقة، نفس الخاصيات ينطبقوا على مجموعة R. إذا عملية الجمع في R، R هي مجموعة الأعداد الحقيقية، هي عملية تبديلية. فهمنا الخاصية هذه تبقى ديما تنطبق على عملية الجمع. جمعة التبديلية معناتها A و B، A و B ينتميان إلى R، عددان حقيقيين. A مع B هي بيتا، B مع A. فهمنا معناتها كي نعمل جذر الاثنين مع جذر الثلاثة هو بيدو جذر الثلاثة مع جذر الاثنين، ما يفرق حتى شيء. فهمنا كيف عملية الجمع هي عملية تجميعية. عملية الجمع في R تجميعية. شو معناتها؟ معناتها عندي ثلاثة أعداد حقيقية A و B و C، ثلاث أعداد تنتمي إلى R. إذا كان A مع B مع C، عندي هكا معناتها المعادلة بتاعي هي بيتها A مع B مع C. فهمنا؟ نحط القوس على B مع C ولا A مع B ما يفرق حتى شيء، خاطر عملية الجمع هي عملية تجميعية. الصفر هو عنصر محايد في عملية الجمع، هو عنصر محايد لكل المجموعات، حتى في الآر هو عنصر محايد. معناتها A مع صفر هي بيدها صفر مع A هي بيدها A. فهمنا؟ نحن نعرف أن كل عدد نسبي عنده مقابل، هكا ولا؟ إذا كل عدد حقيقي، كل عدد حقيقي A له مقابل اللي هو إلا A. مثال عندي جذر الاثنين، المقابل متاعها جذر الاثنين هو إلا جذر الاثنين. اثنين المقابل متاعها هو إلا اثنين. إلا خمسة على اثنين المقابل متاعها هو خمسة على اثنين. فهمنا؟ مثال عندي إلا جذر لخمسة المقابل متاعها هو جذر لخمسة. أو عندي A المقابل هو إلا A، لأن A هي جذر الاثنين مقابلها هي إلا جذر الاثنين. لأن A هي إلا خمسة على اثنين مقابلها هي إلا A. شو معناتها إلا A؟ معناتها إلا خمسة على اثنين. عندي إلا وإلا باش تولي معاها ولي خمسة على اثنين. فهمنا؟ إذا مهما يكون العدد الحقيقي متاعي فإن A مع إلا A بطبيعة تساوي إلا A مع A تساوي صفر. فهمنا؟ إذا كي نجمع العدد ومقابله النتيجة باش تكون صفر. تو كي نبدأ باش نحسب الفرق ما بين عددين حقيقيين ولا حتى أكثر. مثال عندي لهنا A إلا B. شو معناتها A إلا B؟ معناتها A مع إلا B، معناتها A أضفنا لها مقابل B اللي هي إلا B. B إلا إلا A هي A، معناتها إلا إلا 2 هي 2. إلا A مع B، هنا عندي إلا قبل القوس هي إلا A إلا B. إلا A إلا B هي إلا A مع B. ننتبهوا برشا للعلامة الموجودة قبل القوس. عندي إلا لهنا، إذا العلامة هذه باش تقلب. عندي إلا لهنا العلامة هذه باش تقلب. فهمنا؟ يبدأ عندي A إلا B مع C باش تولي لي A إلا B إلا C. يبدأ عندي A إلا B إلا C باش تولي لي A إلا B مع C. فهمنا؟ خاطر كي يبدأ عندي إلا قبل القوس العلامات اللي في وسط القوس وقت اللي نحي القوس باش يتقلبوا، مع تولي سالب وسالب تولي موجب. إذا عندي A و B عددين حقيقيين. B الفرق بين A و B بطبيعة باش يكون عدد حقيقي. شنو معناتها الفرق بين A و B؟ معناتها A إلا B، A إلا B هو عدد حقيقي باش نسميه مثل C، يساوي C. C هو عدد ينتمي إلى R. فهمنا؟ إذا الفرق بين عددين حقيقيين هو عدد حقيقي. هكا نكون عطيتكم لمحة بسيطة على الجمع والطرح في الأعداد الحقيقية. نطبقوا نفس القواعد اللي شفناهم في المستويات السابقة بالنسبة للجمع والطرح، نفس القواعد اللي استخدمناها في الأعداد الكسرية واللي استخدمناها
في الأعداد النسبية. تابعوني على سابورانيت إن شاء الله باش نعطيكم سلسلة من التمارينات اللي تعاوننا في فهم العمليات على الأعداد الحقيقية. وكان عندكم أي استفسار تنجموا تتصلوا بإدارة المنصة.